اللايف جاكيت هذا الأورنج إن شاء الله بحياتك ما تحتاجينه. في مرة كنتي بالطيارة ولا سمح الله حسيتي إن الطيارة كان راح يصير فيها شيء؟ لا أنا مرة كنت في برازيل وفاتتني الطيارة. أنت كنت بتعملي إيه في البرازيل؟ كنت في مهرجان ساو باولو. أوكي. كنت رئيسة لجنة تحكيم في مهرجان ساو باولو. ونزلت على ريو، قلت مش بقول أروح هناك وما شوفش ريو. نزلت على ريو وفاتتني الطيارة. فبكلم أمي في ما كانش في موبايلات، بكلم أمي في التليفون لما ماما الطيارة فاتتني وما أعرفش إيه وإيه. ما فيش بعد كم ساعة لقيت إن الطيارة اللي أنا كنت هركبها وقعت. الحمد لله انها وقعت من غير وجود مزتنا الجميله ليلى علوي. سؤال لايف جاكيت، يعني المعد متوصل ان الاسئله حيل تكون رقيقه عشان ليلى علوي.